أهلا بكم. لماذا تستمر معاناة أكثر من 1,200,000 نازح عراقي وفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة؟ لماذا يمنعون من العودة إلى ديارهم التي لا تصلح حتى للعيش الإنساني بعدما حولتها العمليات العسكرية التي انتهت منذ نحو 6 سنوات إلى ركام وخراب؟ نساء وأطفال وشيوخ يعيشون في خيام متهالكة في برد الشتاء وحر الصيف من غير خدمات صحية حتى افترسهم المرض في بلد يطفو على بحر من النفط، بينما السياسيون طالما استخدموا ورقة هؤلاء المساكين الضحايا من النازحين من أجل مكاسب انتخابية ليبقوا سنين عجاف من القهر والظلم والجوع والحرمان والأمراض، وليظلوا ضحية الميليشيات التي تختطف أبنائهم وتغيبهم في أثناء تهجيرهم أو تحرمهم من وثائقهم التي هي من حقوقهم كمنتمين للعراق. لماذا تستمر دوامة الانتهاكات الإنسانية الخطيرة التي تهدد جيلاً كاملاً وتهدد رقماً صعباً لا يستهان به؟ أكثر من 1.5 مليون من النازحين داخل العراق الذي بالتأكيد يترك ندباً وآثاراً خطيرة على مستقبل أجيال العراق. سيكون معي في الحديث عن هذه القضية المهمة ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور نوري حمدان الصحفي والكاتب السياسي. مرحبا بك أستاذ. شكرا جزيلا وسهلا بك. وأرحب بالأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبضيفك. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. نساء وأطفال وشيوخ، عراقيون نازحون في بلدهم يمنعون من العودة إلى منازلهم، يعيشون معاناة التهجير والاحتجاز منذ سنين في مخيمات لا تتوفر فيها أدنى سبل الحياة الكريمة. حين تزورهم لا تصدق أنهم يعيشون في العراق، وتصعقك تساؤلات أطفالهم. هذول الجهال شنو ذنبهم؟ ما شافوا ابوهم، هم كان يبلغ ما شهرين ومن راح ابوهم، يتمنون كل عيد يتمنون ويشوفون ابوهم. هاي الاطفال اللي عنده اب يعني يشوفوا ويضحك وياه، يعني هذول الجهال المنقودين، ابوهم منقود يعني ما يقدرون يضحكون، من يجي العيد يقومون يبكون. ويعني فوق 10 أطفال ماتوا، يعني احنا شنو حالنا؟ يعني انا من بالنسبه لي عمي ما انفقد، يعني ما تقول ورا 13 طفل ومن عدل ولد الكبار تزوج، يعني ما يقدرون يقولون هاي، حتى الاطفال ما يقدرون يقولوا هاي وين راحوا اهلهم، ما يقدرون يدورون عليهم، بس قاعدين هناك وقاعدين على الكراسي وها هي متمددين ومتاحين، ما يقولون احنا ذولا ذابينهم بالمخيم، لا بس صار بحالهم ما يقدرون يقولون هيك شيء. النازحون يعيشون في هذه الخيام المتهالكه التي لا تحميهم من حر الصيف ولا برد الشتاء دون اي خدمات تذكر. مات بعضهم لسوء التغذية وعجزهم عن توفير العلاج في بلد يفيض بالثروات وتنعم حكوماته وأحزابه بميزانيات مليارية. أي مريض يتمرض ما نقدر نوديه للطبيب، يعني من جلة المادة ما عندنا نودي مريض، وكثير من الأطفال ماتت ما نقدر نوديهم للطبيب، لان انا هسه عندي مريض اصابته جلطه ما عندي ماده اوديه، وانتهى هسه ما يقوم ولا يمشي. زين احنا لما حاطينه بهذا المخيم غير تنظرون بحالنا. مع تلك السنوات الطويله من المعاناه وعدم الامان وتدهور الوضع الصحي والمعاشي، الى ان ثمه الاما اخرى تقلق النازحين وتدمي قلوبهم، تكمن في عدم معرفة مصير أبنائهم الذين غيبتهم الميليشيات أثناء تهجيرهم، فهم في شوق وترقب وقلق دائم. فقدت أولادي وما أدري مصيره وين، وهذا عيوني انعمل من البواكي عليه، عندي هو وروحي، هو ودنياتي، هو وروحي زين علي، ما عندي غير الله واحد ظل عندي. السياسيون يعيشون في عالم آخر بعيدون عن أجواء مخيمات النازحين وعن عيونهم
التي تحدثك عن قصص ومعاناة النزوح وعن غربتهم في وطنهم. أبدأ معك أستاذ نوري ضيفي في الاستوديو. أستاذ نوري، عدد النازحين في العراق نحو 1,200,000 شخص بحسب المنظمة الدولية للهجرة، ما مدى خطورة ذلك الأمر وخصوصا أن هؤلاء النازحين أكثر من 6 سنوات هم على هذا الحال محرومون من جميع حقوقهم الإنسانية؟ حقيقة يعني موضوع يدمي القلب. يعني أنا تابعت موضوع النازحين من خلال عملنا بالصحافة وعملنا في يعني الجهات إنسانية من 2014 إلى اليوم، وهذه السنوات الطويلة يعني للأسف إلى اليوم نتحدث عن وجود نازحين. يعني كل هذه السنوات ولم يعني المؤسسات الدولة، مؤسسات الحكومة العراقية لم تحسم قضية النازحين بجوانبها الإنسانية، بجوانبها القانونية، بجوانبها الحقوقية. الحقيقة يعني أيضا أنا بداية يعني أيضا بدي أن أشكركم يعني اختيار هذا الموضوع مثل هكذا أيام، لأنه في الأيام التي سبقت مرت علينا يعني أيام دولية يعني للنازحين، وأيام دولية لنزع السلاح، وكذلك يوم حقوق الإنسان العالمي، وهم اليوم بأمس الحاجة إلى تفعيل قضية حقوق الإنسان المفقودة بالكامل بالنسبة لهم. هؤلاء النازحين الذي يتجاوز عددهم 1.5 مليون حقيقة هم ضحية لأجندات سياسية، أجندات عنصرية، أجندات تهدف إلى تغييرات ديموغرافية لمناطقهم. كل هذه للأسف الشديد الأهداف هي التي أوصلت إلى تأخير حسم ملفاتهم، إلى تأخير عودتهم إلى ديارهم، تأخير واستمرار حياتهم بهذه المعاناة. هذه المعاناة حقيقة يعني صعب جدا الواحد يتحدث عن مأساة التي يعيشون هؤلاء النازحين اليوم فيها. يعني قبل 2 أو 3 أيام أيضا كان خبر تداول على وسائل الإعلام حريق في أحد المخيمات النزوح في محافظة دوق في إقليم كردستان، وأصيب طفل. وكل عام وكل بين فترة وأخرى نشهد هذه الحوادث عند هؤلاء العوائل النازحة، ولم نجد حقيقة يعني برامج ملموسة من قبل الحكومة بمعالجة ملفات هؤلاء النازحين. لن نسمع من هؤلاء يعني من الحكومات التي تعاقبت، 3 حكومات اليوم تعاقبت على مرور على حياة هؤلاء النازحين، حكومة العبادي وحكومة عبد المهدي وحكومة الكاظمي والآن الرابعة. طيب حكومة، لماذا لا نقول أستاذ نوري أنه الحكومات استخدمت ملف النازحين من أجل تحقيق مكاسب سياسية؟ دعني أنتقل فقط للسؤال وأرحب بالأستاذ عبد القادر النايل مرة أخرى. أستاذ عبد القادر النايل، أثمة أهداف سياسية وراء بقاء ملف النازحين معلقا؟ أستاذ عبد القادر تسمعوني؟ أستاذ عبد القادر، إذن إلى أن يتم تأميل الاتصال بشكل أفضل بالأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ نوري، يعني هذا الأمر موضوع النازحين وبقاء هذا الملف معلقا إلى هذا الحد وهذا الأمر بالتأكيد له آثار نفسية وآثار مجتمعية سنتحدث عنها لاحقا، ولكن هنا عندما نتحدث ونقول أن هذا الملف يخضع لأجندات إقليمية تريد أن تحدث تغييرا ديموغرافيا في العراق، ولكن أكثر من 1,200,000 نازح نتحدث عنهم في العراق يحرمون من أوراقهم الثبوتية، وأيضا نسمع أخبار لاحقة تترى عن أن هناك أفغان أو من جنسيات أخرى يراد جلبهم من خارج العراق ويستوطنوا في العراق. هذا الأمر ما الذي ستستفيد منه الدول الإقليمية من وجهة نظرك، أو تحديدا إيران المتهمة بهذا الأمر؟
شوفوا الحقيقة التغييرات الديموغرافية هو لترسيخ مبدأ المحاصصة الطائفية التي سعت لترسيخها إيران، والتي بدأت بنهج أو تأسيس هذا النهج هو أمريكا وسلطة الاحتلال. سلطة الاحتلال هي من شرعت نظام المحاصصة وفق النهج الطائفي، يعني الذين استفادوا منه هم جهات سياسية وجماعات مسلحة يعني تعتمد الهوية الثانوية منهجا لها وهدفا أساسيا بالارتباط وبالإضافة إلى ارتباطاتها الخارجية. فبالتالي ترسيخ هذه المحاصصة الطائفية لاستمرارهم في القبض على السلطة، كل حقيقة يعني شوف المستفيدين الكثر في إبقاء ملف النازحين، المستفيدين الدوليين نتحدث عنهم، المستفيدين الدوليين وكذلك المحليين. طيب. هو الدوليين اليوم أدواتهم عناصر محلية، لأنه اليوم من دا يدير القضية، يعني ما دا يجي عنصر خارجي يجي مباشرة يقود. بأدوات موجودة داخل أدوات محلية، الحكومة وهنالك الجهات، الحكومة ليس لديها سلطة على هذه الجهات. وخير دليل لدينا مناطق في العراق الدولة اليوم، الحكومة اليوم غير قادرة أو ليس لديها سلطة. طيب. باتخاذ قرار في هذه المناطق، لا جرف الصخر ولا مناطق في جنوب صلاح الدين مثلا. طيب سنتحدث أستاذ نوري. نعم. عن جرف الصخر ولماذا لا يراد إرجاع أهلها لها. فقط اسمح لي أن أرحب مرة أخرى بأستاذ عبد القادر النالي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. الآن أستاذ عبد القادر، الأهداف السياسية والأجندات السياسية، كل من يراقب الوضع في العراق ويراقب بقاء ملف النازحين معلقا منذ عام 2014 وإلى الآن، لا نتحدث عن انتهاء العمليات العسكرية، بل منذ أن بدأت العمليات العسكرية وانتهت وهذا الملف معلقا، مدنهم محطمة، لا يعودون إلى ديارهم حتى وإن دفعوا بالغصب إلى العودة إلى ديارهم، فبيوتهم أو مناطقهم لا تصلح للعيش أصلا في ظل برد الشتاء وانتشار الأمراض وحر الصيف وإلى آخره، بالإضافة إلى الحطام والخراب. ترى ما هي الأهداف السياسية سواء كان العامل الدولي أو العامل الحكومي وتوابعه؟ معلوم تماما أن مأساة النازحين هي مأساة كبيرة تدلل على موت ضمير العالم الدولي بمؤسساته وموت ضمير السياسيين الحاكمين في العراق. والقضية قضية النازحين قضية سياسية بامتياز، لها شقين، الشق الأول اقتصادي والآخر حقيقة هو تغيير ديموغرافي لصالح أجندات دولية. ومن يتحمل استمرار مأساة النازحين هو المشروع الذي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قيادة التحالف الدولي لتدمير المدن وإخراج الساكنين منها إخراجا جبريا، ومن ثم بمعاونة الحكومة وميليشياتها وإيران لتأتي طرفي المعادلة عسكريا في إخراج الناس نحو النزوح. وعندما نتكلم حقيقة لا ينبغي فقط أن نتكلم، وإن كانت هي مأساتهم الأولى، للقاطنين في المخيمات، نتكلم عن 1.25 مليون 250 ألف من الذين يقطنون المخيمات، ولدينا أكثر من 800 ألف يسكنون إقليم أو يسكنون كردستان العراق، وهؤلاء أيضا نازحين. لذلك حقيقة نتكلم عن 2 مليون نازح. القضية قضية سياسية، تعمدت هذه الحكومة وميليشياتها بإبقاء النازحين واستهدافهم، وتأتي بذلك من تغييرات ديموغرافية يراد من خلالها أفراغ المدن من أهلها. والدليل على ما نقول أن بعض المدن التي تريدها وليس الآن، قبل هذه الأحداث وقبل دخول داعش كانت هناك مساومات على إخراج أو انتزاع هذه المدن لصالح المرتبطين بإيران أو وكلاء إيران، سواء من الميليشيات أو من الأحزاب، وقد ساعدهم في ذلك بعض المحسوبين عن هذه المحافظات من الأطراف السياسية، لكن فشلوا فشلا ذريعا بسبب قوة أهلها وثبات أهلها. وهنا أتكلم قبل مرحلة داعش وقبل 2014 بالكامل، أتكلم عن يثرب ومأساتها المستمرة، وأتكلم عن عزيز بلد
وحتى عن جرف الصخر، وأتكلم عن مناطق شاسعة في الرمادي من الرحالية إلى النخيب، وأتكلم عن الموصل أيضا ونينوى، وهناك قرى استغلوا أرادوا تهجير أهلها قبل هذه الأحداث، ثم جاءت هذه الأحداث لتكرس عملية الانتقام والذهاب إلى إنتاج المشروع للتغيير الديمغرافي. فلدينا 40 قرية على حدود نينوى كلها تم هدمها. الدليل على ما نقول أنه بعد هذه الأحداث مباشرة كانت هناك مناطق ليس فيها أي نزاع عسكري ولم تكن فيها أي عملية عسكرية، ذهبت الميليشيات والقوات الحكومية تساندها من هدم المنازل، هدم المساجد، هدم المصانع، سرقة كل ما موجود هناك، هدم المدارس، وبالتالي نتكلم عن إنهاء وجود كل هذه المدن أو هذه القرى مع مبكرة أبيها حتى لا يكون هناك أي أمل في عودة النازحين. هناك دوافع مهمة إذا سمحت لي أستاذ عبد القادر، هناك دوافع بالتأكيد مهمة، دوافع سياسية، عمليات التهجير بحسب مراقبين وكذلك بحسب محللين اقتصاديين يرون أن الدافع الاقتصادي له حصة كبيرة من عمليات التهجير داخل العراق، وذكروا أيضا موضوع أنبوب الغاز الذي يراد أن يمتد إلى البحر الأبيض المتوسط عن طريق إيران عبر العراق. ماذا عن هذا الأمر؟ مؤكد تماما كما أسلفت لك شقين، السياسي والاقتصادي. أما الاقتصادي فهو يتمثل بحقيقة استفادة كبيرة لجميع الميليشيات والأحزاب السياسية من قضية النازحين. على سبيل المثال، ما هي المبالغ المالية التي رصدت إلى وزارة الهجرة من 2014 إلى 2022؟ لتجد أن هناك مليارات من الدنانير رصدت لهذه الوزارة بحجة أنها تعمل على إدامة ورعاية النازحين في مخيماتهم، وبالتالي هذه الوزارة لم تقدم شيئا واحدا. والدليل أن هناك في النزاهة حاليا ملفا فيه أكثر من 6 مليار دينار تم صرفها في مادة الثلج للنازحين وهي على الأوراق فقط، وبالتالي يتم تستر على هذا الملف في داخل هيئة النزاهة لاعتبارات سياسية. ومن ثم أن هناك أيضا محافظين، وهنا أقصد محافظ الأنبار السابق واللاحق أو السابق والحالي، ومحافظ صلاح الدين السابق والحالي، ومحافظ نينوى ومحافظ ديالى وحتى محافظ بغداد. هؤلاء حقيقة يصرفون يوميا بصلاحيتهم ما يقارب 50 مليون دينار عراقي، ما يقارب 40,000 دولار يوميا تصرف بحجة، وهي تحت صلاحيتهم، بحجة إغاثة أو مساعدة النازحين، وبالتالي يتم تبويبها على أوراق فقط، والنازحين لا يصل إليه شيئا، ثم تسرق للصالحين. لذلك وبعض الأطراف السياسية تسولت في الخارج من أجل النازحين، وهنا أقصد الأطراف في العملية السياسية التي تتمثل في البرلمان سواء برئيسها الحالي الحلبوسي أو بقبله سليم الجبوري، ولذلك تسولوا لأخذ بعض المعونات للنازحين وسرقوها بالكامل ولم تصل إلى النازحين شيئا. لذلك هناك تربح اقتصادي كبير، وحتى وصل الحال بهذا التربح أنهم يجبرونهم على بيع أراضيهم ومنازلهم من أجل إطلاق سراح ذويهم المعتقلين، وبالتالي أصبحوا الآن حتى بلا أرض بلا بيت بلا مأوى، حتى يتم سلامة أنفسهم من الاعتقال أو سلامة نساء بيتهم. لذلك نتكلم عن مأساة كبيرة بشقيها السياسي والتغيير الديمغرافي والاقتصادي والسرقات والابتزاز الذي حصل للنازحين. مأساة كبيرة فعلا، وما خفي كان أعظم، وما هو إلا قطرة في بحر من هذه المآسي التي يعاني منها النازحون في العراق. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير الانفوجراف، التقرير المصور عن النازحون أو عن النازحين في العراق تحت عنوان النازحون في العراق لا بواكي لهم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وعنوان حلقة تحت الضوء اليوم: نازحون عراقيون بلا وثائق، تداعيات القهر. أستاذ نوري، بالتأكيد ما يجري للنازحين هو أمر خطير من جميع النواحي، انتهاكات خطيرة ترتكب بحق الإنسان العراقي، يحرم من أدلة وجوده، يحرم من حقوقه، من أوراقه الثبوتية كمواطن عراقي، يحرم من التعليم، يحرم من العلاج، يحرم من الأمن، يستهدف في أمنه وأمانه، يستهدف في كل جوانب حياته. هذا الأمر كيف استثمره سنة السلطة عندما نتحدث عن مليوني نازح، 1,200,000 بحسب منظمة الهجرة، وكذلك نحو 1,000,000 نازح أيضا موجودين في كردستان العراق. سنة السلطة هنا كيف استثمروا ملف النازحين ومعاناتهم ومآسيهم وظلمهم وقهرهم؟ شوف أستاذ سمير، خلي أذكر لك حادثة أنا شاهد عليها، يعني حتى نثبت للمتلقي أو للجمهور معاناة هؤلاء النازحين وشقد حجم الكارثة. الحقيقة في 2017، يعني عام الدراسي 2017-2018، وزارة قرار الحكومة العراقية توقيف تماما تمويل مدارس النازحين في إقليم كردستان وفي السليمانية تحديدا، لأن أنا كنت شاهد على هذا الموضوع واشتغلت على هذا الملف. كان في السليمانية 32,000 تلميذ وطالب هددوا ما بين ليلة وضحاها بأنهم سيكونون من دون تعليم خارج المدارس، لأنه ماكو تمويل لهذه المدارس، إيجارات المدارس ماكو، يعني بناية التربية مأجرت لهم وياد يدرسون بها ماكو، ما اندفعت الإيجارات، وقفتها الحكومة للضغط على عودتهم على أساس أنه راغبين بعودتهم إلى مناطقهم. طيب إحنا لما اشتغلنا على هذا الموضوع بحثنا كيف ممكن يعودون، العودة كانت مو ميسرة، مو سهلة بالنسبة لهؤلاء، لأنه كانت قضية الحسم الملف الأمني كانوا غير مصرح لهم بالعودة، لا يمتلكون تصريحا أمنيا لعودتهم، فبالتالي كيف يمنعون من الدراسة أبنائهم، كيف يمنعون من التعليم وهم غير مصرح لهم بالعودة تحت ذريعة يعني ترغيبهم بالعودة إلى ديارهم. فكانت حقيقة يعني كانت قرارات أو أساليب هي ابتزازية، شعارات انتخابية، تم استغلال ورقة النازحين كورقة سياسية لإجراء الانتخابات، بدليل الانتخابات الأخيرة ما شملوا النازحين في هذه الانتخابات. هذا دليل على أنه ما تفضلت به من سياسي السنة اللي موجودين في السلطة اليوم، هم كانوا يستخدمون النازحين ورقة انتخابية للاستفادة في وضعهم الانتخابي. هذا جانب حقيقة، وما تفضل به ضيفك الكريم النائلي حول الاستفادة المادية. يعني مثلا أستاذ نوري، عندما يتحدث أحد هؤلاء السياسيين من أجل الحصول على مكاسب انتخابية ويقول سنقوم بإرجاع النازحين أو إعادتهم إلى جرف الصخر تحديدا، ثم ينبري أحد الساسة يتحدث ويقول لا، جرف الصخر هذا أمر إيراني وهذا الموضوع مستحيل يتحقق لأن إيران هي التي تتحكم به. هناك لعبة في الموضوع، والدليل أن النازحين الآن مغيبين، سواء كان في الإعلام الحكومي أو في كل، يتحدثون عن الرواتب، يتحدثون عن أسعار النفط، يتحدثون عن العملة، يتحدثون عن في جميع المواضيع إلا موضوع النازحين تم إهماله إلى الآن. شوفوا الحقيقة أنه يعني هذه الحكومة تحديدا، يعني الحكومة عادل عبد المهدي كان فيها حديث عن عودة نازحين، وحكومة الكاظمي ضعف هذا الموضوع، لأنه المهمة هذه الحكومة تختلف عن مهمات الأخرى، كذلك مهمة يعني حكومة السوداني هي تختلف عن حكومة الحقيقة هنالك، لأنه الآن
الورقة السياسية أو الورقة الانتخابية لم تكن في ملعب النازحين، أصبحت في ملاعب أخرى، فبالتالي يهمل هذا الملعب، يترك. التصريحات التي تتحدث بها مزايدات، وهم يعلمون جيدا، رئيس مجلس النواب الحالي هو أكثر من مرة يؤكد بأنه هذه المناطق هي تحت سيطرة فصائل مسلحة غير خاضعة للسلطة العراقية، فبالتالي كيف يمكن لأي سياسي يفوز في انتخابات ويتمكن من عودة النازحين لهذه المناطق؟ هذا صعب جدا. والحقيقة أنه الكارثة الأكبر في محافظة بابل تحديدا، ذكر ضيفك الكريم أنه المحافظات عددها باستثناء بابل، محافظة بابل فيها جرف الصخر وفي مناطق أخرى عديدة، يعني لم يتمكنوا أهل هذه المناطق من العودة، والمحافظة تؤكد بأنه للنازحين المحافظة لهم الحق بالعودة إلى محافظة بابل ولكن دون مناطقهم. يعني كيف يعني يرجع البابل وأي منطقة يختارها بابل خليه يروح يعيش عدا جرف الصخر؟ عدا جرف الصخر. طيب ليش؟ السبب لحد اليوم غير معروف، يعني لا يمكن لأي جهة حكومية تعلن السبب بشكل واضح غير قضية أمنية. طيب في هذه أو الملف الأمني أستاذ نوري، فقط أتحول بالسؤال لأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، ما هي خصوصية جرف الصخر لكي لا يسمح لأهلها بالعودة إليها إلى الآن؟ معلوم تماما أن جرف الصخر تمثل منطقة استراتيجية لعقدة طرق مهمة أرادتها إيران، وبالتالي هي تريد حقيقة منفذ باتجاه الأنبار، وبالتالي باتجاه أيضا دول الخليج كالسعودية، وكذلك هي تصل بطريق مباشر أيضا باتجاه الطارمية أو باتجاه المشاهدة باتجاه صلاح الدين. ولذلك هناك كان هذا المشروع ليس حاليا، يعني الآن نفذ على أرض الواقع بسياسات استباقية. المشروع قديم في تأسيس ما يسمى المحافظة 19، المحافظة المقدسة كما يسمونها، وهي اقتطاع أراضي من حزام بغداد وإلحاقها بالطارمية ثم بسامراء لترتبط بجرف الصخر وتأمين هذا الخط الواضح تماما. بعد هذه القضية أصبح جرف الصخر أيضا بسبب أنه حقيقة وجود المنشآت، وهي ليس سببا داعيا للاستيلاء على أهلها، أن هناك منشآت عسكرية موجودة، وبالتالي إيران حولتها إلى قاعدة عسكرية متقدمة للطلعات الإيرانية، وهذه حقيقة كانت برؤية وبتخطيط من ميليشيات حزب الله اللبنانية الذي استقدمهم بالمئات قاسم سليماني من لبنان، وهؤلاء الآن هم من يديرون بأمر الحقيقة والواقع، هم من يديرون جرف الصخر، وبالتالي يدربون هذه الميليشيات لكون وجود فيها بساتين وبقربها نهر، وبالتالي يمكن أن يختبئون إذا ما كانت هناك طائرات مسيرة أو أراد هناك أحد أن يستهدفهم، ولا زالت هم يتعاونون مع التحالف الدولي والأمريكان يسكتون عليهم بشكل واضح تماما. بالتالي تحولت إلى منطقة اختطاف واغتيال وتعذيب لأربع ميليشيات مهمة، وهي ميليشيات حزب الله العراقي والعصائب والنجباء وسيد الشهداء، وبالتالي إيران فيها حرس ثوري وفيها لبنانيين أيضا، وأصبحت فيما بعد أيضا حتى تتوسع مرة ثانية جرف الصخر أصبحت قاعدة لتدريب لواء فاطميون الأفغاني وكذلك لتدريب الحوثيين في جرف الصخر، ولاحقا حقيقة بدأت عناصر من ميليشيات حزب العمال الكردستاني أيضا يتم استقطابهم للتدريب داخل جرف الصخر على الطائرات الإيرانية المسيرة وعلى بعض العمليات. ولذلك حتى الاختيارات الأخيرة التي حدثت في بغداد بالدراجات النارية هي نفذت وانسحبوا باتجاه جرف الصخر. لذلك أصبحت جرف الصخر ما بين السيطرة عليها كعقدة طرق إلى معسكرات تدريبية إلى خزان كبير للأسلحة وللطائرات المسيرة. فعلى هذا الأساس البناء الموجود في جرف الصخر يعلنون بعدم رجوعها، ولذلك القرار قرارا واضحا لا يمكن لهذه الحكومات، لأنها متواطئة وليس لأن لديها الرغبة في عودة أهل جرف الصخر، فهؤلاء كلهم متواطئون مع المشروع الإيراني، وبالتالي أصبحت هي خارج إطار العراق بالكامل
وحتى العملية السياسية الحالية لأنها ملفها دولي. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا جاء التحالف الدولي الذي شكل من 67 دولة واستخدم طيرانه بطريقة الإبادة الجماعية والتدمير الكامل للمدن في الموصل وفي صلاح الدين وفي الأنبار، بحجة أن هذه الأراضي أصبحت لدى منظمة إرهابية خارجية والعراق لا يمتلك السيادة عليها؟ طيب لماذا على هذا التحالف ينطلق لاستعادة منطقة أيضا كجرف الصخر ليس لا للتحالف الدولي ولا للأمريكي ولا للعراقي ولا للعملية السياسية السيطرة عليها، فهي خارج اللعبة كمان وتهدد ليس فقط العراق، تهدد دول. الكل يعلم أن القصف الأخير الذي جرى على الإمارات بالأخير اعترفت بها أحد الميليشيات وأنهم نقلوا هذه الطائرات من جرف الصخر، والكل اعترف، بل الأقمار الاصطناعية حددت بطريقة واضحة فيما بعد أن الطائرات التي ضربت أرامكو السعودية انطلقت من جرف الصخر. لذلك حقيقة هنا الازدواجية في التعامل مع هذه الملفات، لأنه هناك تخاذل كبير تماما مع بين الإيرانيين والأمريكان برعاية بريطانية. ومن ثم أخيرا أقول أن جرف الصخر منها تنطلق الميليشيات المدربة المجندة إلى الداخل السوري لقتل الشعب السوري، ولكذلك تعزيز تواجد ميليشيات حزب الله اللبناني في لبنان، وكذلك الحوثيين يدربون على الطائرات المسيرة فيها وينقلون إلى اليمن. لذلك نحن نتكلم عن قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني متقدمة بكل الوسائل، وهي معسكر تدريبي كبير يستخدمون فيها التضاريس وقرب النهر والنخيل والأشجار الموجودة لهذه المنطقة الزراعية بعد طرد أهلها، ولذلك لا يسمحون لأهلها بالرجوع. وكل هؤلاء المدعين الكاذبين الغادرين من السياسيين المحسوبين على السنة كذبوا بادعاءاتهم أنهم يستطيعون إعادة أهالي جرف الصخر إليها، وبالتالي رفعوا شعارات كاذبة ويعلمون أنهم كاذبون ويشاركون هذه الميليشيات بإجرامها عندما يشرعون لهم كل شيء في مجلس النواب وغيره، ويدعون أو يتباكون كدموع التماسيح على أهالي جرف الصخر. نعم سائل القادر ابقى معي لو سمحت، سأعود إليكم مرة أخرى. مشاهدين الكرام، في معظم الدول المتقدمة تستخدم الموارد البشرية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية ومن أجل النهوض بجميع الجوانب في البلد، إلا في العراق فمنذ احتلاله عام 2003 وإلى الآن لا توجد سوى مطحنة للموارد البشرية، استهانة بالإنسان العراقي. نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أكثر من 1,200,000 نازح عراقي وفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة في مشهد متكرر لمعاناة المهجرين في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالة والتأميم وبغداد، يكابدون ظروف النزوح والعوز والجوع مفتقرين لأدنى الاحتياجات الأساسية بحسب مرصد آفاد الحقوقي. النازحون يواجهون وضعا صحيا مزريا، لا سيما كبار السن والأطفال، بسبب الإهمال المتعمد من قبل السلطات الحكومية، فيما قالت منظمات إنسانية عراقية وأجنبية إن نحو 1,000,000 عراقي يفتقدون وثائق الهوية الأساسية. فيما أوضحت منظمة كردستان العراق لحقوق الإنسان أن أعداد النازحين المحرومين من وثائقهم كبيرة للغاية وتحتاج إلى تدخل دولي عاجل، مشيرة إلى أن المنظومة السياسية الحاكمة تتجاهل حل هذه الأزمة ومنح المهجرين أوراقهم الثبوتية التي هي حق من حقوقهم. من جانب آخر، يعيش النازحون حالة من القلق على مصير تعليم أبنائهم بعد تهديد وزير التربية الجديد إبراهيم النامس بإغلاق مدارس النازحين في كردستان العراق، حيث سيعرض هذا الإجراء عشرات الآلاف من الطلاب النازحين لخطر الأمية والجهل. في خطوة لحرمان الأطفال النازحين من التعليم استكمالاً لمخطط التدمير المجتمعي. وإحنا نازحين في محطة القطار
صرنا 6 سنوات عامل نازلين ببغداد 4 سنين وجابوا لنا إهانة، ذبونا برخيصة، والمحافظة ذاك اليوم جاء هناك وقف على القنطرة قال إن شاء الله نرجعكم، ما رجعنا. شنو ذلنا؟ ما عندنا مدرسة، نريد ندرس، نريد ندرس، بس نريد ندرس. كيش مري؟ منظمات حقوقية حذرت من تفاقم معاناة النازحين في العراق لا سيما خلال فصل الشتاء، مؤكدة أن الأسباب السياسية وسيطرة الميليشيات المسلحة على المناطق التي نزح منها السكان والدمار الذي لحق بتلك المدن يحول دون عودة النازحين إليها، بل جعل ما نسبته 98% منهم يرفضون العودة بحسب منظمة ريتش المعنية بحركة النازحين كونها عودة غير آمنة، فيما يصف النازحون أسباب عدم إعادتهم إلى مناطقهم بالطائفية وخطط التغيير الديموغرافي، ليبقى ملف النازحين عالقاً بيد حكومة تسعى لإذلالهم في المخيمات أو عودة غير آمنة بين الركاب. إذن بالعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وموضوعنا عن النازحين بلا وثائق وتداعيات القهر. أستاذ نوري، نتحدث عن الاستثمار في رأس المال البشري، هذا المفهوم عملت به دول كثيرة، لماذا يبقى العراق مطحنا للموارد البشرية بدل أن يستثمر البشر فيه؟ لماذا يسلب شعورهم، يتم سلب الشعور لديهم بالانتماء للوطن بالإهانة، بالاعتقال، بالتغييب، بالانتهاكات الجسيمة، في حين أن هذا المواطن بحد ذاته يمثل عنصرا للتنمية، يمكن أن ينهض بالبلد اقتصاديا، ينهض بالبلد اجتماعيا، ويكون حاله كحال الدول النفطية المجاورة للعراق، ليست البعيدة، نتحدث عن الإمارات، نتحدث عن قطر، نتحدث عن الكويت. لماذا العراق يرجع إلى الوراء وتظل موارده البشرية داخل مطحنة دموية؟ شوف حقيقة يعني هذا الموضوع قبل، يعني خلي ضمن إجابتي بالمقدمة أقول قبل ما نجي للقناة، أنا شفت تصريح لرئيس الحكومة الحالي محمد الشاع السوداني يتحدث عن خطة الحكومة الحالية ب يعني تعديل أو تحسين رواتب المتقاعدين والموظفين اللي رواتبهم أقل من 500 أو مليون، وكذلك ضمنها يتحدث عن العقود والمتطوعين والعاملين من غير عقود والذين لم يستلموا رواتب حتى الآن هم يعملون من دون رواتب. يتحدث أيضا يقول بهذا المقترح، هذا التعديل ما موجود لهم تخصيص، كيف ممكن راح يرتبونها؟ ما يعرف، هو ما يعرف رئيس الحكومة، وهذولا كفاءات، وتخيل هاي الكفاءات اللي هي موارد بشرية، هاي الكفاءات هي قاعد تشتغل تطوعا بدون رواتب على أمل يتم تعيينهم فيما بعد ويطلع لهم رواتب، والحكومة لحد اليوم ما تعرف شلون تدخلهم ضمن الموازنة حتى تطلع لهم مكافأة أو تطلع لهم راتب. تتخيل الصورة؟ هاي المعاناة يعني من يسمع هذا الإنسان اللي هو ده يشتغل بدون راتب، ده يسمع رئيس الحكومة ما يعرف يطلع له راتب، ما يعرف يطلع له مكافأة، ما يعرف يطلع له تحسين معيشة، ما يعرف. فبالتالي شلون يمكن انه هو يبقى بروحية هاي الروحية التطوعية لخدمة بلده؟ اكيد تضعف هاي الروحية، اكيد تضعف قدرته على او تضعف انتمائه الى الوطن. تصور نقطة مهمة، طبعا عندما نتحدث عن موارد العراق نتحدث عن النفط، نتحدث عن الزراعة، هناك مورد مهم اهم من النفط واهم من الزراعة اللي هو البشر، والآن أكثر من 2 مليون إنسان عراقي، أكثر من 2 مليون إنسان عراقي نازح. لا نقول مهملين وإنما مغيبين، مضطهدين، يحرمون من حقوقهم كمواطنين عراقيين. شوف هسا علانية بشكل واضح عندنا كتلة بشرية هم النازحون، نازحين متروكين، مهملين، ضحية مثل ما تحدثنا بالبداية أنا والأستاذ النايلي، ذولا ضحية أجندات سياسية
أجندات تحمل أهداف تغييرات ديموغرافية لمناطقهم. هذولا ككتلة بشرية واضحة، ولكن لدينا كتل بشرية أخرى هي طاقات بشرية أو هي يعني مهملة متروكة سنوياً. آلاف الشباب يتخرجون من الجامعات وما عندهم فرص عمل. ما سبب عدم غياب فرص العمل؟ سببه هو شوف هنا الغايات الأجنبية بعدم تطور القدرات البشرية المحلية. سببه لا يوجد إنتاج محلي، وهنا أيضا تحدث به رئيس الحكومة يقول إحنا دنعاني بسبب الغلاء المعيشة اللي موجود على مستوى العالم الآن، فيه أزمة. العراق بدأ يعاني من عنده لأنه إحنا كل شيء عندنا مستورد، كل شيء عندنا مستورد. من من طبعا؟ مستورد من من إيران. من إيران. وبالتالي أنه ما عندنا لا يسمح إذن للعراق أن يقام مصنع، لا يسمح أن تستثمر هذه الموارد البشرية. ما هو من يمنطيهم مجال التخيل؟ يعني أنا ليش ضربت مثال ومحل شاهد يعني جبته، وهذا تصريح حديث إليه. هو ما عنده المعرفة كيف ممكن يخرج لهؤلاء المتطوعين اللي دافعهم هو الوطني وحاجتهم الحقيقية للعمل بالتدريس والعمل من دون راتب، في أمل أنه الحكومة تفكر بهم وطلع لهم رواتب وهم ما يعرفوا شنو طلع لهم رواتب. طيب أستاذ نوري، اسمح لي أنتقل للأستاذ عبد القادر نايل. أستاذ عبد القادر، مفهوم النازحين يعني كمفهوم عندما نتحدث عن أنه نازح، أي أنه ترك منطقته وذهب ليسكن خيمة في منطقة أخرى، ولكن ألا ترى أن كل العراق نازحين؟ ألا ترى أن الشباب العراقي أيضا نازحين؟ هؤلاء الذين ثاروا خرجوا بثورة سلمية مطالبة بوطن، أليس لديهم شعور داخلي أنهم نازحون؟ من المؤكد تماما العراقيون يعيشون بلا وطن، ولذلك يريدون استعادة الوطن ويطالبون بنريد وطن. وهنا أيضا هناك قضية مهمة تماما على أنه ناشطي ثورة تشرين الآن نازحون في كردستان العراق وفي بعض دول الجوار، مطاردين إما بالاعتقال أو الاغتيال، وهؤلاء أيضا أصبحوا أعداد كبيرة ليست أعداد قليلة، جرى عملية تهجيرهم ونزوحهم. ولذلك المفهوم الحقيقي أن العراقيون حقيقة غرباء في وطنهم، وبالتالي هم يعيشون كالغرباء، والغرباء يعيشون كأنهم من يمتلكون الوطن ويتحكمون به. وهؤلاء حقيقة في مفهوم القواعد الأساسية السياسية لأي بلد الخونة يتحكمون بمصير ملاك الوطن، وبالتالي نحن أمام حقيقة جريمة مركبة يرتكبها الاحتلال. وعندما نقول أن الاحتلال لا زال مستمر في العراق، لأن التركيبة الذي بناها الاحتلال في عملية استهداف الشعب العراقي وتغييبه، وكان المشروع الأبرز هو إخراج العراق من دائرة تأثيره في المنطقة، ولذلك برزت قوى غير العراق الآن، هو بسبب وانتشار تصدير الثورة الإيرانية بإرهابها وبميليشياتها، وبسبب غياب العراق، والغياب الحقيقي هو تغييب الشعب العراقي، ولذلك عملية تغييب الشعب العراقي وبهذه الطريقة هي بطريقة واسعة مجند لها أمور كثيرة تماما تهدف ثلاثة أهداف، وهي ما يسمى بعلم السياسة تحالف الصادات الثلاثة، الصاد الإيراني الذي يتمثل بمشروع الصفويين، والصاد للكيان الصهيوني الذي يتمثل بمشروع الصهيونية، وكذلك عندما قالها بوش برعاية المحافظين، برعاية هؤلاء حراس المعبد، بأن الحرب في العراق حرب صليبية. لذلك هذه الصادات الثلاثة اليوم هي تتفق داخل العراق، لذلك هم يتنازعون على النفوذ في كل دول العالم، في كل دول المنطقة، في مشاريع كثيرة فيما بينهم. هناك بعض الخلافات ما بين الكيان الإسرائيلي وما بين الإيرانيين، لكنهم في العراق يتفقون جميعا على تغييب العراق، على تغييب كفاءاته، على اغتيال كفاءاته، على اغتيال العلم. ولذلك الإيرانيون الآن نرى أنهم ينتزعون اقتصاد العراق انتزاعا، لأن البلد الذي لا يمتلك الاقتصاد بالتالي ستعم عليه الجهل والأمية والفقر والجريمة، وبالتالي البطالة، وبتغيب عن كل المشاريع الأساسية. فلذلك حقيقة الإيرانيون اليوم يستنفرون جميع وكلائهم من الميليشيات ومكاتبهم الاقتصادية وأحزابهم للسيطرة الكاملة على الاقتصاد العراقي وإخراج الاقتصاد من العراق لصالح إيران، وتبقى أن هؤلاء
مجرد شركات وأسماء ومصارف تدير العمل لصالح إيران. لذلك العراق بالفعل مغيب ونازح، وبالتالي هو يريد الوطن. ولذلك اليوم الكل العراقيين، يعني أن تجد في 30 يوما من عمر حكومة السودان هناك 100 مظاهرة خرجت في العراق. هذا الرقم ليس بالهين. هذه المظاهرات نعم مطلبية اليوم، لكنها ستتحقق، لأنه أيضا من حق الشعب العراقي أن تكون لديه مظاهرات مطلبية. لذلك نحن أمام كم هائل في عملية تمدد الأفق والعمودي للتظاهرات في العراق في جميع أنحائه. نحن أمام مأساة حقيقية، ولذلك استلاب عملية الأوراق الثبوتية والجنسية العراقية من النازحين هو بالهدف لإيئاسهم وإخراجهم من العراق وإعطاء هذه الجنسية للغرباء. وبالتالي هذا حقيقة ما يعيشه العراق الآن من دمار حقيقي، بسبب أنهم مغيبون عن القرار السياسي والقرار الأمني والقرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي. بدأوا يتحكمون حتى اجتماعيا. لذلك عندما نرى عملية إفساد المجتمع بالمخدرات أو إفساد المجتمع والعشائر بفرض عليها بناء خمارات، ما يحدث الآن في محافظة الأنبار جريمة كبرى عندما تفرض على العشائر، وإن كانت بعض العشائر قد ذهبت باتجاه تهديم هذه الأماكن، لكن ما يفرض الآن هو تغييب، وأن يكون الإنسان حتى في داره غريبا لا يستطيع التحكم بطريقة واضحة تماما. لذلك هم بلغوا ذروة استهداف العراقيين بجميع الوسائل وبجميع الاتجاهات التي ذكرناها. نعم، شكرا لك أستاذ عبد القادر النائل. في دقيقة واحدة دكتور نوري حمدان، لابد من آثار نفسية وانعكاسات على المجتمع، ما يتعرض له النازحون من انتهاكات خطيرة بحقهم، ما هي انعكاساتها بالمستقبل، وخصوصا أنهم رقم صعب، أكثر من 2 مليون إنسان عراقي؟ الحقيقة أنه أنا هنا أنا أريد أركز على صغار السن، لأنه كبار السن هم لديهم ما يكفي من قدرة على مواجهة التحديات التي يمرون بها يعني هذه الفترة، ولكن صغار السن الذين ينشؤون في هذه المواقع، مواقع النزوح، وحتى الذين هم خارج مواقع يعني مخيمات النزوح الذين يسكنون في بعض المناطق، هم يعملون أعمال بسيطة، تعليمهم متدني، بالتالي يخرجون، أتمنى أنه يكفي الوقت، يخرجون هم بشخصيات منفصلة عن المجتمع، بالتالي تكون شخصيات انتقامية غير منسجمة مع المحيط الاجتماعي اللي يعيشون به. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام في هذه الحلقة، دكتور نوري حمدان الصحفي والكاتب السياسي ضيفي في الاستوديو، وشكرا جزيلا لك أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي ضيفي عبر سكايب. شكرا. مشاهدينا الكرام، في الختام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.